ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إلا عن ظلمة القلب. نعم. فلا يكون ظلم إلا من قلب مظلم. الله المستعان. وهذا معنى من معاني قوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، أي أنه يكون ظلمة على صاحبه في ذلك اليوم الذي أحوج ما يكون فيه إلى نور يبصر به مواقع النجاة. نعم. فما في القلب من ظلمة ينتج عنه ظلمة العمل في الدنيا فيعاقب بنظير ما وقع من ظلمة في الآخرة. والحديث في النهي عن الظلم والتحذير من كثيرة، فالله تعالى قد قال كما في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على الناس وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. والظلم المحرم ليس مقصورا على صورة من صور الظلم، بل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيجب على المؤمن أن يكون خيرا لإخوانه بعيدا عن الاعتداء والظلم، وليعلم أنه يوم القيامة لن ينجو من حقوق العباد من القليل والكثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقم من اقتطع من مال أخيه شيئا بيمين صبر لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عودا من أراك. الله المستعان.